مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء باردة نسبيا في العديد من مناطق المملكة. خلال أقل من 24 ساعة القادمة رح تتأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الرابعة، هذا المنخفض عالي الفعالية. لنعرف تفاصيل أكثر عن المنخفض الجوي وعن الحالة الجوية رح ينضم لي مدير العمليات في طقس العرب أسامة الطريفي. مساء الخير. أهلا، مساء الخير نجود، ومساء الخير جميعا، وإن شاء الله يعني إن شاء الله بكون أمطار خير. أمطار خير وبركة وبداية أسبوع موفق للكل إن شاء الله. أسامة، بالبداية بدنا نعرف تدريجياً إيش رح تشهد المملكة خلال ساعات صباح الغد مع بداية تأثر المنخفض. بكل تأكيد طبعاً إحنا زي ما أصبح الآن الكل بيعرف إحنا على موعد مع منخفض جوي من الدرجة الرابعة. إحنا في عنا سلم لتصنيف شدة المنخفضات الجوية من 1 إلى 5، 1 بمستوى منخفض جوي ضعيف، و5 بمستوى عاصفة شتوية. طبعا المنخفض الجوي القادم هو من الدرجة الرابعة اللي ممكن نحكي عنها هي عالية التأثير بسبب الأمطار المرافقة لهذا المنخفض الجوي. نحن شايفين أن صور أقمار صناعية بتشير لأنه بداية تشكل هذا المنخفض الجوي في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تتوقع تدريجيا أنه يبدأ يوصل للمملكة خلال أقل من 24 ساعة من الآن. لو بدنا نشوف طبعا الطقس كيف راح يكون بكرة، تدريجيا راح يكون في عندنا رياح قوية خلال ساعات النهار. يعني احنا بنحكي مع ساعات النهار بس صحيح. عشان نكون اوضح للناس، مع ساعات النهار بنحكي احنا الناس بس تصحى تروح دواماتها رح ما حيكون في مطر، رح يكون في تدريج اشداد تدريجي في سرعه الرياح. رح يكون الرياح رح تكون طبعا قويه، ممكن توصل هبات 100 كيلومتر بالساعه، لكن كل ما نقدر نقرب اكثر على ساعات الظهر والعصر رح يكون عندنا الرياح اقوى ان شاء الله. الامطار رح تبدا فرصها ان شاء الله مع ساعات ما بعد الظهر كنتيجة عبور الجبهه الهوائيه البارده. اجمالا درجات الحراره منخفضه للغايه، احنا شايفين غدا 6 درجات مئويه فقط، الاحساس بالحراره جدا بارد مع الرياح القويه. لكن لو بدنا نوضح نجود غدا صباحا، رياح قويه تنتظرنا، كل ما نقرب على ساعات الظهر والعصر رياح اكثر بروده واكثر قوه، الحبات 100 كيلومتر بالساعه، عواصف رمليه بالجنوب والشرق، والامطار تبدا تدريجيا خلال ساعات الظهر والعصر. يعني احنا نحكي بكرة مع ساعات النهار رياح قوية، مع ساعات الظهر ببلش بداية المنخفض من الشمال ثم الوسط ولاحق المنطقة الجنوبية. ما بعد ساعات الظهر كيف حيكون الطقس؟ ما بعد ساعات الظهر يعني السمة العامة هي الطقس العاصف، يعني رياح قوية، هبات تزيد عن 100 كيلومتر، عواصف رملية راح تكون في المناطق الجنوبية والشرقية. هاي الخارطة بكرة الصبح، هاي تقريبا الساعة 11-12 الظهر، زي ما احنا شايفين حدود الجبهة الهوائية الباردة بتصير يعني صارت قريبة من المملكة زي ما احنا شايفين. تدريجيا ما بعد الظهر والعصر تبدأ بعبور المناطق الشمالية والوسطى، بدايتها راح يكون فيها زخات برد كثيفة، يعني برديات كثيفة وأمطار غزيرة راح تكون سواء في المنطقة الشمالية الوسطى. فإحنا ما بنحكي عن ثلوج بهاي الأوقات، غدا ما بعد الظهر بداية هذه الجبهة هي ماطرة بغزارة بالشمال الوسط زي ما احنا شايفين، استمرار الرياح القوية، العواصف الرملية في المنطقة الجنوبية والشرقية راح تستمر. الهبات بكرة بنحذر سالكي الطرق الصحراوي من العواصف الرمليه، بدنا نحذر الناس اللي عندها شغلات ممكن تكون قابل للطيران بفعل الرياح القويه او الانتقال لمكان لاخر، تثبيتها هبات شديده. مع مرورنا بليله الاثنين والثلاثاء استمرار في الامطار، زي ما شايفين في تركز في الامطار بالمنطقه الشمال والوسط، صحيح المنطقه الشماليه والوسطى بالدرجه الاولى. للاسف يعني حتى هالاوقات بتكون المناطق الجنوبيه اغلبها ما فيها امطار باستثناء يمكن المناطق الجبليه العاليه في قمم جبال الشراء. ليلة الاثنين يعني اشتداد غزارة الأمطار شمال ووسط المملكة للاثنين مع صباح يوم الثلاثاء، صحيح، لكن ما بعد منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء ويوم الثلاثاء هناك اشتداد كبير بالحالة الجوية. يعني هاي الخريطة بتدل انه صباح الثلاثاء او ليلة الاثنين الثلاثاء ويوم الثلاثاء بشكل عام هناك كميات كبيرة جدا من الأمطار سوف تخطر على المملكة، فهاي الأمطار تحتاج حقيقة الى الانتباه والاستعداد. يعني احنا شايفين هناك استشعار لهطول كميات كبيرة جدا من الأمطار خاصة يوم الثلاثاء، إنه المنخفض يبدأ بعد ظهر الاثنين وعصر الاثنين، ولكن يوم الثلاثاء هناك اشتداد كبير بالحالة الجوية. هل هذا الاشتداد يترافق ببداية تدفق رياح أكثر برودة نحو المملكة، بالتالي راح تبلش تسقط زخات من الثلج فوق الجبال بزيد عن 1200 متر في جرش وعجلون. هذا ليلة الاثنين الثلاثاء نحكي عن قمم مرتفعة بجرش وعجلون، ولاحقا مع ساعة صباح الثلاثاء بتصير إن أول فرصة تساقط الثلج على جبال 1000 متر، بتصير هاي الفرصة إطال جبال العاصمة عمان العالية. يعني الاثنين بنبلش بأمطار وزخات برد ورياح قوية، نبدأ برياح قوية بعد الظهر زخات أمطار قوية على فترات وزخات برد، ليلة الاثنين والثلاثاء بتشتد الحالة الجوية، بتشتد الأمطار، بتنتظم الأمطار، بيبدأ في عنا فرص لتساقط زخات الثلج على قمم جبال عجلون وجرش بتزيد عن 1200، وساعات صباح الثلاثاء بتوصل هاي الزخات الثلجية
إلى جبال 1000 متر، وهنا بنحكي عن قمم العاصمة عمان مع استمرار هطول الأمطار في. طب هلأ هاي الأمطار حتكون متواصلة ولا رح يكون فيها عفترات؟ هلا احنا هون عشان هيك احنا خايفين موضوع تشكل السيول ارفع من 7% الامطار. واضح في مؤشرات انها بتحكي ما بعد منتصف ليله الاثنين وطوال يوم الثلاثاء هي شبه مستمره، هي شبه متواصله. نعم شبه مستمره متواصله وغزيره، يعني زي ما احنا شايفين نمشي بالساعه بالخرائط، هي خرائط الامطار نفس الخط المطر ثابت. انا يعني انا كل كبسه بكبسها هي 6 ساعات، كل 6 ساعات نفس الخط ونفس الخط المطري خلص ثابت، يعني زي ما احنا شايفين هالخطوط المطرية أو النمط المطري هو مستمر طوال يوم الثلاثاء. طبعا هاي حسبنا هون في مساء يوم الثلاثاء، هاي ليلة الثلاثاء الأربعاء الأمطار مستمرة، بس هون يعني بعد العصر الثلاثاء شفنا بلشت توصل فرص الأمطار والثلوج لمناطق جنوب المملكة. طب الثلوج رح تكون متراكمة أسامة؟ يعني هلأ يعني ما هلأ الناس عم تسأل يعني رح نداوم ولا ما رح نداوم، رح نعطل؟ هاي هذا السؤال اللي بتداوله الناس خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لما صاروا يشوفوا إنه عم نحذر من تشكل السيول، عم نحذر من إنه درجة رابعة وإنه هو لازم درجة قصوى للطوارئ. فالناس هلأ عم تتساءل هل مثلاً هذا الإشي حيكون ثلوج متراكمة ولا إحنا عم نخاف من أمطار مستمرة ممكن تعمل تشكل سيول؟ هو التحذير الاساسي من يعني المنخفض بالاساس مطري، يعني اغلب المنخفض او تم تصنيفه الدرجه الرابعه بسبب الامطار، يعني احنا نكون متفقين انه سبب التصنيف الاساسي ليش صار رابع هو من الامطار، كميه الامطار الكبيره والرياح المرافقه لها ومده المنخفض الجوي الطويله، هذا التصنيف وسبب تصنيفه الدرجه الرابعه. هلا في ثلج في مناطق شيء تساقط زخات الثلج، لكن اجمالا المنخفض مش ثلجي كامل، يعني الثلج جت بشهر 1 السنة الماضية كانت بلشنا بثلج مباشرة، وكان مناطق لما نحكي عن 600 و700 نزل الثلج، يعني أغلب مناطق المملكة مثلا عاصمة عمان كلها كانت ثلج. اليوم احنا بنحكي فقط يعني عن مساحات جغرافية مش كثير واسعة، لما نحكي مناطق ال1000 متر هي مناطق مش واسعة بالأخير، هي بعض الأحياء اللي ممكن تشهد هاي الزخات الثلجية. بالنسبة للتراكم، التراكم وارد على المناطق الجبلية العالية اللي بتزيد عن 1200 و1100 بالشمال والجنوب تمام، وبعض كمان عمان، لكن التراكمات انحصت راح تكون في الغالب بالغالب راح تكون تراكمات محدودة. نرجع بنحكي أفضل فرصة بداية تساقط الثلج راح تكون صباح يوم الثلاثاء، يعني إذا في مجال نبلش نشوف زخات ثلج راح تكون صباح يوم الثلاثاء على الجبال بتزيد عن 1000 متر. لما نحكي 1000 متر هي مناطق مش واسعة، هي مناطق بشكل عام يعني قليلة في المملكة وعبارة عن بعض الجبال العالية سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب. طب أسامة نحكي عن طقس الثلاثة مع الأربعة قبل ما نحكي عن التوصيات، بس عشان الناس تعرف لانه احنا مده هذا المنخفض طويله 5 ايام، من نحكي عن 5 ايام اجواء بارده عاصفه ممطره بغزاره، بدنا نعرف يوم الثلاثاء والاربعاء كيف الطقس. هلا يوم الثلاثاء الرياح راح تبقى قويه لكن اخف من يوم الاثنين، يعني لو بدي اجي تساليني متى اقوى سرعه رياح راح تكون راح احكي لك بكره الاثنين مع بقاء طبعا الرياح نشطه على فترات الثلاثاء والاربعاء، لكن لو بتسالني متى اقوى امطار راح تكون الثلاثاء، يعني اجمالا يوم الثلاثاء هو الاكثر يوم راح يكون في حاله جويه مميزه صعيد استمرار الامطار وزخات البرد وتساقط الثلوج. يوم الثلاثاء الطقس سيكون اجمالا من الصباح وحتى الليل بارد وغائم بشكل كلي وماطر وعاصف، الامطار راح تكون غزيره مستمره وتستمر ايضا ليله الثلاثاء الاربعاء. فرص تساقط الثلج راح تكون بشكل اوضح بالمناطق اللي على 1000 متر صباح الثلاثاء وصباح الاربعاء مجددا على شكل زخات، المناطق اللي بتزيد عن 1100 ل 1200 ممكن تظل فيها زخات الثلج مستمره على فترات يوم الثلاثاء. اهم شيء يوم الثلاثاء بهناك امتداد بالحاله الجويه الى المنطقه الجنوبيه، يوم الثلاثاء قد يكون ابرد يوم منذ بدايه فصل الشتاء الحالي، هي معلومه جدا مهمه. يوم الثلاثاء الحراره بالنهار يعني بالمستوى العظمى، يعني مع ساعات الظهر ممكن توصل فقط 3 درجات مئوية في العاصمة عمان وما دون الصفر تكون خلال ساعات المساء والليل. فيوم الثلاثاء هو يوم ماطر بغزارة، رياح قوية، تساقط زخات من الثلج على الجبال بتزيد عن 1000 متر. طب أسامة بدنا أهم التوصيات بشكل مستعجل وسريع والتحذيرات للمواطنين، خاصة أنه هذا المنخفض رح يفوت رح تكون الناس بدواماتها، ممكن تكون برضو ناس أوريدي موجودة بالدوام تبعها. صحيح. بالبداية يعني بكرة بالنهار ندير بالنا من شدة سرعة الرياح، تثبيت المقتنيات أنه رح تكون هبات تتجاوز 100 كيلومتر بالساعة، سالكي الطرق الصحراوية بدنا ندير بالنا من خطر تشكل عواصف رملية قوية على الطرق الصحراوية. ربما قد يكون التحذير الأهم انتباه من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات بفعل غزارة واستمرار الأمطار لعدة ساعات ما بين مساء الاثنين وطوال يوم الثلاثاء، وأيضا يعني بعض المرتفعات الجبلية العالية اللي بتزيد عن 1000 متر هناك يعني يجب القيادة بحذر على تلك الطرقات بفعل خطر الانزلاق، يعني كنتيجة توقع تساقط بعض الزخات الثلجية
بدءا من مساء الاثنين وصباح الثلاثاء. ان شاء الله بتكون امطار الخير، ونتمنى ان شاء الله السلامه للجميع. اسامه طريفي مدير العمليات في طقس العرب، شكرا لك. نهايه نشره الطقس لليوم، نتمنى لكم السلامه، شكرا لمتابعتكم وعوده لك اخلاص.